القمع سينهي هذه الموجة الاحتجاجية في إيران أم سيؤججها؟ بنصف دقيقة. طبعا بنصف دقيقة. أنا ما أعرف الأستاذ الشمري شنو يقصد المعنيين بالشأن الإيراني. أنا رجل عراقي يعني، ولكن ما يعني بالشأن الإيراني أحمل الشأن الإيراني، ولست منتمي ولست جزءا من أي كتلة إيرانية. أنا رجل مقيم بأستراليا وعلى عراق، فقط أحمل الشأن الإيراني لخبرتي بالشأن الإيراني، يعني عملت بمراكز بحوث ومراكز صحفية. فهذا فقط للتوضيح. الشيء الثاني، ماذا سيحصل؟ الأفق مفتوح يا أصاب. إذا حصل، شوف أنا أربط لك التفاعل الداخلي بما سيحصل في الخارج. إذا توصل المحافظون إلى اتفاق، إذا وقعوا اتفاق يعني مع بايدن حول الاتفاق النووي، ممكن أن ينعكس بشكل احتوائي كبير ويقلل فاعلية الاحتجاجات، ولكن فاعلية الاحتجاجات ستبقى بحسب وجهة نظري لوجود الأسباب المؤدية لبقائها. بمعنى يعني لا أعتقد أنه في ضمن يعني هذه الأزمة الغذائية التي يمر بها العالم أجمع بعد الحرب الروسية ومشكلة الطاقة في إيران. شكرا لك أستاذ أحمد الياسري للحديث تتم. شكرا لك أستاذ أحمد من سيدني. شكرا أستاذ طاهر أبو نضال. شكرا لك أستاذ علي الشمري. شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.